منهم حرف عظمي اسمه إلياك كريستا. كمان قدرنا نرسم الفيرتبرال اوريجين اوف ديافرام باجزائه المختلفه. اللمبر بالكسس وفراعه ظهرت معانا في جدار البطن الخلفي زي ما انتم شايفين. قيمه الكلام ده ايه؟ قيمه الكلام ده ان اي اورجن هندرسه في الابدومن المنظر ده هيكون خلفيه ليه؟ هيكون عامل علاقه معاه. ده قيمه البوستيريور ابدومينال. اخر حاجه في البوستيريور ابدومينال بول ان احنا بنتفرج مع بعض على الوجه، المنظر ده عامل ازاي؟ ده منظر لجدار البطن الخلفي، وهنا بنشوف ادي الابدومينال اورطه وتفرعاته الشريانيه، وادي الانفيريور فينا كيفا، لكن احنا وادي الكدني وادي اليوريتر اهو، لكن احنا يهمنا نتعرف على ماسلز اوف ذا بوستيريور ابدومينال وول. زي ما قلنا على البورد انه في ثلاث عضلات موجودين، ادي عضله اهو، عضله موجوده على جانبي الفرتبرا الكولم بطول الابدومين. العضله دي هي الزوس ميجور ماسل اللي اتفقنا ان هي بتشغل الفراغ ما بين البودي بتاع الفرتبرا والترانسفيرس بروسس. لاترال للزوس ميجور ماسل هنتعرف على عضلتين، عضله تحت اهي وعضله فوق اهي. العضله اللي تحت هي الالياكس ماسل، العضله اللي فوق هي الكوادريتاس لامبورا ماسل، وبيفصل ما بينهم حرف عظمي اسمه الياك كريستا. هنا لو دي الكوادريتاس لامبورا، لاترال ليها الماسل اللي موجوده دي هتبقى الترانسفيرسس ابدومينس ماسل. بالنسبه للديافرام، ادي عضله الديافرام كماسل اهي. ادي الديافرام ان جنرال اهو، كل الديافرام، ذيس از ديافرام، وهنا دي الرايت كوبيولا اوف ديافرام، ذيس از ديافرام. لكن انا يهمني اعرفكم على الديافرام اللي هو الفرتبرال اوريجن اوف ديافرام. الفرتبرال اوريجن اوف ديافرام قلنا متمثل فيه 2 كروره و5 اربوت ليجامنت. هنا بعرفكم على التندينيا سبان اللي هي اسمها رايت كراس، ذيس از رايت كراس اوف ديافرام، 6 سترونج وايد تندينيا سبان اهي، خارج من الابر سلمبر فرتبري، بعد كده يخرج منها الفينيش اوف ديافرام. ناحيه الشمال نتعرف على الليفت كراس اوف ديافرام اهي، ادي الليفت كراس اوف ديافرام برضه بيكون وايد باند او تندينيا سبان ماسكه في الابر تولمبر فرتبري، وبعد كده منها يطلع الفينيش اوف ديافرام. نتعرف بعد كده على النيرفس اللي موجوده على جدار البطن الخلفي. هعرفكم هنا، ادي في نيرفس اهو، ده الاليو هيبو جاستريك نيرف خارج من اللاترال بوردر للزوس ميجور. تحت منه نتعرف على الاليو انجوينال نيرف برضه خارج من اللاترال بوردر. هنا بقى نتعرف على اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي خارج من اللاترال بوردر اوف زوس ميجور في مستوى الاليك كريست، نازل داون موردس اند لاترال، يعمل كروس لعضله اسمها الياكس، بعد كده معدي ورا اللاترال اند لرباط اسمه انجوينال ليجامنت. العصب ده اللي بنشوفه في جروف ما بين زوس ميجور والياكس، العصب ده اسمه فيمورال نيرف. على الناحيه الثانيه هنشوفهم برده ثاني مع بعض، ادي الناحيه الثانيه اهو، نعدهم من فوق لتحت. اول عصب هيكون سبوستال نيرف، بعد كده نشوف اليو هيبوجاستريك واليو انجوينال، الاثنين ماشيين مع بعض اهو. بعد كده نشوف عصب اسمه لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي، بعد كده نشوف عصب اسمه فيمورال نيرف، كل ده مرسوم على اللاترال بوردر للزوس ميجور. ميديا للزوس ميجور بقى بنتعرف على عصبين اهو، العصبين دول واحد رفيع وحر ومكمل لتحت، ده هيكون اوبتيوريتور نيرف اهو اللي انا معلقه بصباعي ده، واللي تحت منه هيكون عصب تخين وراجع لورا بسرعه يشارك في تكوين الساكرا بليكسس، العصب ده هيكون لامبو ساكرا.